تعرفوا على نجمات بوليوود اللواتي خضعن لعمليات التجميل. الجمال والكمال هو حلم يطمح الجميع للوصول إليها، فقد لجأ العديد من نجوم بوليوود إلى عملية التجميل لإضفاء تحسينات على مظهرهم الخارجي، لكن منهم من ازداد جمالا ومنهم من فقد ملامحه الطبيعية ودمر جماله الفطري، وغالبا ما يحاول النجوم إخفاء حقيقة خضوعهم لهذه العمليات. فمن هن نجمات بوليوود اللواتي خضعن لعمليات التجميل، وما هو التغيير الذي طرأ عليهن، وهل هذه العمليات كانت لهن نعمة أم نقمة؟ معطيات حصرية ستفاجئكم وحقائق صادمة لأول مرة عن نجمات بوليوود، هذا والمزيد في حلقة اليوم، إليكم التفاصيل. النجمة شروتي حسن. لقد أثارت هذه النجمة جدلا واسعا بعد خضوعها لعمليات التجميل على مستوى الأنف، وأصبحت حديث الصحافة لفترة من الوقت، لكنها تقبلت الوضع وأكدت بأن سبب إجرائها لعمليات تجميل الأنف هو أنها تعاني من مشاكل على مستوى التنفس، لكن بعد ذلك خضعت للعديد من عمليات التجميل على مستوى الشفاه والخدود، وتعرضت لموجة انتقاد كبيرة، لكن هذه المرة كانت واضحة بشكل كبير وصرحت بأن لها كامل الحرية في فعل ما تريد بجسدها، كما أكدت بأن هذه العمليات جعلتها أكثر جاذبية. نجمة بوليوود شيلبا شيتي الملقبة بملكة اليوغا، وتعد من بين النجمات ذوات الأجساد المتناسقة في عالم بوليوود، لكن وجهها ليس طبيعيا بالكامل، فقد خضعت للعديد من عمليات التجميل على مستوى الأنف والخدود، كما خضعت لعمليات تبييض البشرة من خلال تقليل صبغة الميلانين في الوجه، فهي من بين العمليات الباهظة والأكثر ألما، إذ لم تنكر أبدا حقيقة خضوعها لهذه العمليات، وهذه نقطة تحسب لها. نجمة بوليوود أنوشكا شارما. فهي جميلة بطبعها وساحرة ببشرتها المثالية الخالية من العيوب، لكنها اختارت تجميل الشفاه للوصول إلى الكمال، لكن الجمهور لم يتقبل هذا التغيير في وجهها، وتعرضت لموجة انتقاد كبيرة، وأكدوا على أن هذا التغيير قد أثر على ملامحها الطفولية. نجمة بوليوود بريانكا شوبرا الحاصلة على لقب ملكة جمال العالم، والنجمة الهندية المعروفة بشفاهها الممتلئة وعيونها الساحرة، فهي خضعت لعدة عمليات التجميل للحصول على هذه الملامح المتناسقة، إذ قامت بحشو الشفاه بالفيلر وتعديل الأنف، وعلى الرغم من أنها أنكرت صحة خضوعها لعمليات التجميل إلا أن الصور السابقة واللاحقة توضح حقيقة ذلك. نجمة بوليوود سريديفي الذي شكل رحيلها خسارة كبيرة في عالم بوليوود وترك ثقبا غائرا في قلوب الجماهير، فقد كانت مهووسة جدا بالجمال والمثالية، الشيء الذي دفعها إلى الخضوع للعديد من عمليات التجميل لتحقيق المظهر المثالي، من عمليات تجميل الأنف والبوتوكس إلى عمليات شد الوجه والجسم، فهي كانت تبدو دائما أصغر من عمرها الحقيقي، لكن إنها كانت تتجنب المتصيدون بالقول أن المرأة في الأربعينات يجب أن تقوم بكل شيء للحفاظ على شكلها الخارجي. نجمة بوليوود الصاعدة جانفي كابور على الرغم من صغر سنها فقد خضعت لعدة عمليات التجميل التي غيرت من وجهها الطفولي وملامحها البريئة، وتجلى هذا التغيير على مستوى الأنف والشفاه والفك والخدود.
نجمة بوليوود بيباشا باسو الملقبة بالقطة السوداء، فقد لفت جمالها ومظهرها المثير أنظار الجماهير، لكنها خضعت لعملية تجميل شاملة وأهمها حقن البوتوكس، نحت الدقن، تعديل الأنف، رفع الخدود وتبييض البشرة. كما يقال بأن جزء الأكبر من ثروتها خصصته لمثل هذه العمليات، لأنها من بين النجمات المهووسات بالجمال وعمليات التجميل. نجمة بوليوود بريتي زينتا الملقبة بالفتاة الغامضة ذات العيون الساحرة، إذ يقال بأنها أجرت عملية زرع الخدود ونحت الدقن والبوتوكس، فهي على غرار باقي نجمات بوليوود اللواتي أنكرن حقيقة خضوعهن لعمليات التجميل، لكن عموما تمكنت من الحصول على الاهتمام واستحسان الجميع. نجمة بوليوود إشواريا راي الملقبة بفاتنة بوليوود والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند، فقد اهتمت إشواريا بإجرائها عدد كبير من عمليات التجميل وأهمها الفيلر والبوتوكس وزراعة الخدود ونحت الدقن وتعديل الأنف، إذ لاحظ المعجبون التغيير الجذري الذي طرأ على وجه إشواريا راي وقارنوا بين صورها القديمة والحديثة. ولكنها في العديد من مقابلتها الصحفية أكدت بأنها أجرت فقط تحسينات بسيطة على وجهها ولم تخضع لعملية تجميل كاملة. النجمة السابقة عائشة تاكيا على الرغم من اعتزالها عالم بوليوود إلا أنها تركت بصمتها في الصناعة وفي قلوب الجماهير، لكنها تعرضت مؤخرا لانتقادات لادعة جراء خضوعها لعمليات التجميل، لكن يظهر جليا أن هذه العمليات باءت بالفشل ولم تزيدها جمالا بل زادتها بشاعة. النجمة التلفزيونية راخي سوانت المشهورة بجرأتها المفرطة وآرائها الصارمة، فقد خضعت لعمليات تجميل مختلفة ويبدو أنها لم تناسبها أبدا، ومن بين هذه العمليات نفخ الشفاه وتعديل الأنف والفك وقص الجفون، إضافة إلى تغييرات على مستوى الجسم، فقد دمرت هذه العمليات مظهرها الطبيعي وجعلتها تبدو بلاستيكية بالكامل. نجمة بوليوود كانغان رانوت الملقبة بعاشقة المشاكل والمثيرة للجدل، فهي الأخرى خضعت لعمليات تجميل على مستوى الوجه والجسد، وأهمها شد البطن ونحت الجسم والفيلر وتعديل الأنف والدقن. نجمة بوليوود كاترينا كيف الملقبة بجميلة بوليوود، فهي خضعت للعديد من عمليات التجميل كتعديل الأنف ورفع العينين وشد الجفن وحقن الشفاه، إضافة إلى نحت الدقن وغيرها من التحسينات.